تم تتبع خيط شخصين ينشطان في السرقات بالخطف باستعمال دراجة نارية نوع دوكر، وتم الاهتداء الى المكان الذي يتخلصان فيه عن المسروقات، وبشر بحث ميداني بمساهمة مجموعة من العناصر المتمرسة، وتم الوصول الى هوية هذين الشخصين وهما من قاطنة حي الرحمة، وكان يقطنان بقطاع هذه المنطقة، وتم إيقاف العنصر الأبرز وبحوزته مادية كبيرة تستعمل في تهديد الضحايا. هذا الأخير الذي أقر بتفصيل باقترافه مجموعة من السرقات بالخطف، رقة شخص آخر باستعمال الدراجة النارية السري في الذكر، وتم التوصل إلى مجموعة من الشكايات في هذا الإطار. كذلك تم البحث معه في الشق المتعلق بسرقة السيارات الأجرة وسرقة نوع أونو، وكانت المفاجأة على أن المعني بالأمر أقر على أنه ضمن عصابة إجرامية تنشط في هذا المجال، حيث تم التوصل إلى 8 سيارات مختلسة استعملت في السرقات بالخطف وفي الاختطاف والاحتجاز. الضحايا جلهم تعرفوا على المعني بالأمر. العنصر المدبر لهذه العمليات اقترن بحد السوالم. بشرت عملية مراقبة طيلة 48 ساعة بدون كلل ولا ملل، وتم إيقاف المعني بالأمر وبحوزيته عدة مسروقات وسيق إلى مقر هذه المنطقة، وقد أقر كل واحد على حدة بمجموعة من السرقات. العنصر الذي سيق من حد السوالم اعترف باقترافه سنة 2013 وبداية السنة سرقات بالخطف باستعمال سيارة أونو كانت لعشيقة له. كذلك كان موضوع بحث من أجل قضية تتعلق بالقتل العمد والاحتجاز والسرقات بالعنف.